أظهرت نتائج استطلاع الرأي العام لمركز الدراسات الاستراتيجية على حكومة الدكتور بشر الخصاونة بعد عام على تشكيلها مفارقات في توقعات الأردنيين لأوضاعهم المعيشية والوضع الاقتصادي العام للأردن، حيث أبدت الغالبية تفاؤلا بأوضاعها المعيشية مستقبلا في وقت لا تثق بأن الاقتصاد الأردني سيكون أفضل. رئيس المركز الدكتور زيد عبيدات قال إن التوقعات الإيجابية للأوضاع المعيشية للأسر ربما ستكون من مصادر ذاتية أو بسبب فتح القطاعات، داعيا إلى دراسة هذه المفارقة. لأن الأوضاع المعيشية العنوان بعتقد يعني يشرح التفصيل. بنقول أن هنالك تفاؤل فردي وتشاؤم على المستوى العام. الأردنيين بشكل عام متفائلين أن أوضاعهم الاقتصادية الأسرية ستكون أفضل خلال الفترة القادمة، لكنهم لا يعتقدوا أن الاقتصاد الوطني سيكون أفضل. فارتفاع نسبة المتفائلين بتحسن أوضاع الاقتصادية خلال 12 شهر المقبلة 29% بعد كانت 20%، يعني عندما تشكلت حكومة الخصاونة كان 20% فقط يعتقدون أوضاعهم الاقتصادية ستكون أفضل، الآن تقريبا ثلث الأردنيين 29% بيقول لك لا، أوضاع الاقتصادية الشخصية ستكون أفضل والأسرية. بالمقابل تراجع تفاؤل الأردني باقتصاد الأردني، كمان هذا لغز، حيث أن حوالي نصف الأردنيين اليوم غير متفائلين بالاقتصاد الوطني خلال العامين القادمين، مقارنة ب 30% كانوا غير متفائلين، يعني نسبة الذين فقدوا التفاؤل بالاقتصاد الوطني عالية جدا، كانوا 30% مش متفائلين صاروا 50% متفائلين، تقريبا يعني ضعف. أما فيما يتعلق بمدى تفاؤل الأردنيين بأن الاقتصاد الوطني يسير في الاتجاه الصحيح، أظهرت النتائج أن الغالبية العظمى ترى أن الأوضاع الاقتصادية في الأردن تسير في الاتجاه السلبي حاليا، فيما يرى 64% من عينة قادة الرأي ذلك. وبهذا أكد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية أن هذه النتيجة صادمة وتتوافق مع دراسات سابقة للمركز بأن التعافي الاقتصادي يحتاج إلى أكثر من سنتين. النتيجة الصادمة، 81% من الأردنيين يعتقدون أن الأوضاع الاقتصادية في الأردن تسير بالاتجاه السلبي. وإحنا بالمركز دراسات الاستراتيجية عملنا تقرير الأول حول الاقتصاد الوطني وأفاق التعافي، وكانت بكل حساباتنا المتفائلة أن التعافي حتى نعود إلى أرقام 2019، يعني ما قبل الجائحة، بكل الأرقام المديونية والناتج والدخل وإلى آخره، أنه بدنا من 3 إلى 4 سنين. الآن 81% من الأردنيين بيشوفوا نفس النتيجة. أما في القضايا أو قضايا الفساد، فقد رأت الغالبية العظمى من الأردنيين أن الفساد المالي والإداري منتشر في الأردن، مقارنة ب 94% كانوا يعتقدون بذلك في استطلاع أجري بعد مرور 200 يوم على تشكيل الحكومة، وقدموا حلولا لمعالجة الفساد المالي والإداري في الأردن. 87% من الأردنيين يعتقدون أن الفساد المالي والإداري منتشر في الأردن، فنسبة اللي بيعتقدوا أن الفساد منتشر قلت. طبعا هذا نجاح بسيط مهم، يصير في تغير برؤية الأردنيين أنه الفساد أقل، لكن غالبية الأردنيين تقريبا يعتقدون، بالله يركز عليه، أن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة الأكثر إسهاما في انتشار الفساد، ويعتقد 27% منهم أن فئة رجال الأعمال وكبار التجار هم الفئة الثانية الأكثر إسهاما في انتشار الفساد. ثلث الأردنيين، مرة ثانية الثلث، يعتقد أن الحل الأنسب لمعالجة الفساد هو تجديد الرقابة، وضع قوانين صارمة للحد من الفساد المحسوبي، العمل على محاسبة ومحاكمة الذين تثبت عليهم قضايا فساد. نتائج مركز الدراسات الاستراتيجية في الجانب الاقتصادي وما تحمله من رسائل للحكومة لوضع السياسات وهي على أبواب إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022. ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي مازن مرجي. أهلا بك سيد مازن. الأردنيون وبعد مرور 100 يوم على تشكيل حكومة الدكتور بشر الخصاوني غير متفائلين في الاقتصاد بشكل عام رغم ما تعلنه الحكومة من إنجازات، هل تتفق مع هذا الرأي وكيف تقيم وضع الاقتصاد بشكل عام؟ سيدي، بداية هي مرور عام كامل على تشكيل حكومة الخصاوني ومرور أقل من شهر ربما على على التعديل. إذن لكن خلينا نيجي، إحنا بدناش نستعرض الأرقام التي ذكرها مدير المركز، ولكن أنا حاولت أني أحط الأمور ضمن يعني مجموعة كلمات: التفاؤل، الثقة، الاتهام، الاعتراض، الاهتمام. يعني كل الأسئلة تدور والأجوبة تدور على قضية التفاؤل. فوجدنا هذا الاستطلاع قاعد بيحكي بقول أن هناك فئة بسيطة جدا لا تتجاوز ربما 27% اللي ممكن يكون عندها فيه تفاؤل لمدة العام القادم.
نعم. ولكن نسبة أكبر الضعف لا تتفائل على مدار السنتين القادمتين. إذن في خلط هنا يعني قضية التفاؤل. نعم. يعني ممكن بشوفه إشي ببين خلال الفترة البسيطة القادمة. نعم. ولكن لا يستطيع أن يروا ذات الشيء خلال فترة أطول. سيد مازن، بمعنى آخر إعراء قد تكون انطباعية أو قد تكون يعني. نعم. بسيطة جدا. سيد مازن، يعني في الجانب الآخر من الاستطلاع نرى أن غالبية الأردنيين يعتقدون بأن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة الأكثر إسهاما في انتشار الفساد، ثم فئة رجال الأعمال وكبار التجار. ما تعليقكم وما هي الحلول لتغيير هذا الرأي ومعالجة مشكلة الفساد في الأردن؟ القضية هي هنا ليس قضية كيف نغير هذا الرأي بقدر ما هو كيف نغير الأسباب والسلوك التي أدى إلى مثل هذا الرأي. فبالتالي إحنا لما نتحدث عن قضية الفساد ويرى المواطن الأردني بنسبة عالية جدا أو عالية غير مسبوقة بأن الفساد هو المبرر أو المسبب له، بالدرجة الأولى هم الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، ثم يأتي بالدرجة الثانية اللي هو القطاع الخاص. وهذا كلام صحيح نستطيع أن نشعر به ونعرفه كمواطنين وكمختصين. فبالتالي كيف نغير هذا السلوك أو نغير من هذه الاستنتاجات؟ يجب أن يكون هناك عمل حقيقي لمكافحة الفساد وليس عمل ورقي أو عمل. نعم. نسميه مجرد ادعاءات. نعم. لمحاربة الفساد في الوقت اللي بيزداد فيه الفساد. نعم. في ضوء هذه النتائج، ما هي الرسالة التي يجب أن تصل إلى الحكومة وتحويلها إلى إجراءات فعلية كما تحدثت، ونحن في مرحلة إعداد موازنة العام المقبل والاقتصاد ما زال يحتاج للكثير للتعافي؟ سيدي، الحكومة الحالية والحكومة اللي قبلها واللي قبلها وكل الحكومات، هذا الكلام وإن كان مختص في أول سنة من عمر حكومة بشر القصاوني، إلا أنها هي تعني النسق والنمط الحكومي السائد، وهي لا تختلف كثيرا عن من سبقها. فبالتالي الرسالة واضحة بأن نحن فقدنا الثقة بهذه الحكومات بشكل عام. نحن نتهم كبار المسؤولين بأنهم هم مصدر الفساد، وبالتالي يجب أن يكون هناك معايير جديدة لاختيار كبار المسؤولين من وزراء أو من كبار المدراء. نعم. وغيره وغيره. نعم. نعم. ثلاثة، إحنا كمواطنين نجد بأنه لا نلمس أي شيء من حيث التطور الاقتصادي. لما بنطلع على كل المؤشرات الاقتصادية، بطالة. نعم. 24.8 بالعشرة، الفقر ربما يصل. سيد مازن المحلل الاقتصادي مازن مرجي، آسفين لضيق الوقت، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. الهيئة القضائية السابعة المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة جنايات عمان دهنت رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة عامة وعضو مجلس إدارة الهيئة بجرائم الاختلاس والاحتيال واستثمار الوظيفة. وقررت الهيئة القضائية في حكمها المقابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة خلال جلسة علنية اليوم برئاسة القاضي الدكتور رمزي العظمات وضع المتهمين بالأشغال المؤقتة لمدة وصلت إلى 22 سنة ونصف، ودفع مبلغ تجاوز المليار دينار لخزينة الدولة. وجرمت الهيئة المتهم الأول بجرم جناية استثمار الوظيفة مكررة 46 مرة، وجرم جناية الاختلاس، وتجريم المتهمين الأول والثاني بجرم جناية استثمار الوظيفة بالاشتراك مرتين. وبدأ النظر في القضية في العام 2018، وبلغ عدد شهود النيابة العامة فيها 14 شاهدا. بعد لقاء موسع مع عدد من المستثمرين، أكد وزير الداخلية مازن فراية حرص الوزارة على تسهيل اشتراطات الحصول على الجنسية والإقامة للمستثمرين وفق ضوابط، مشيرا إلى وجود لجنة تعمل على مراجعة شروط الحصول على الجنسية وتوسيع قاعدة القطاعات المشمولة. وأعلن الوزير خلال الاجتماع تخصيص يوم مفتوح أسبوعيا لاستقبال المستثمرين والاستماع إلى ملاحظاتهم والقضايا التي تهمهم بما يسهم في تسهيل أعمالهم. من جانبه، أكد وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو فيما يتعلق بالإعفاءات والحوافز الممنوحة للمستثمرين أنه سيعاد النظر في الإعفاءات والحوافز الممنوحة للمستثمرين لتوجيهها بالشكل الصحيح وتحقيق الأهداف منها لخلق استثمارات قادرة على إيجاد فرص عمل حقيقية. احنا حطيناها ضمن معايير معينة ممكن في أي وقت يعني يتم مراجعتها، لكن على الأغلب إذا بتم مراجعتها بتكون باتجاه التسهيل وليس باتجاه التعقيد. فالجنسية كانت تتعلق المشاريع الإنتاجية، ويمكن أبو حمزة سأل عن موضوع المنشآت التجارية. والمنشآت التجارية إحنا بآخر قرار لما أخذنا التسهيل برضو شكلنا لجنة داخلية للنظر في موضوع الأمور التجارية، لأنه إحنا بالنتيجة النهائية كمان ما بدنا
بزنس ينافس تاجر الأردني كمان برزقته. دراسة لقانون الاستثمار، الفكرة منه إنه يكون قانون شمولي ويشيل التعدديات ويظل المرجعيات موحدة بدل ما تكون متناثرة في 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 أماكن عديدة. في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميا، رجح خبير في قطاع النفط هاشم عقل رفع أسعار بيع المحروقات بنسب تتراوح بين 5 إلى 11% لشهر تشرين الثاني المقبل، وقال أن الحكومة قد ترفع سعر البنزين أكتان 90 بواقع 50 فلسا للتر والبنزين أكتان 95 بواقع 50 فلسا للتر، فيما توقع ارتفاع أسعار مادتي الكاز والديزل بواقع 70 فلسا للتر. ودعا الحكومة إلى دراسة الأوضاع المعيشية للمواطن وأن تلجأ إلى تخفيض أسعار بيع المحروقات أو تثبيتها للشهر المقبل، كون النسب المتوقعة في ضوء ارتفاع أسعار النفط فوق طاقة المواطن. مليار دولار حجم العجز في التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية منذ مطلع العام الحالي بحسب ما أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي. الوزارة بيّنت أن الخطة تتطلب تمويلا للعام 2021 بقيمة 2.4 مليار دولار، لكن ما تم استلامه حتى الآن 431 مليون دولار. وأضافت الوزارة أن قيمة تمويل الخطة توزعت على 111 مليون دولار لدعم المجتمعات المستضيفة و304 ملايين دولار لبند دعم اللاجئين، في حين مول بند الاستجابة لجائحة كورونا الذي أضيف مؤخرا على الخطة بنحو 10 ملايين دولار. وأشارت الوزارة إلى أن الولايات المتحدة في طليعة الدول المانحة، ثلاثها ألمانيا ومن ثم الاتحاد الأوروبي.